السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب بإذن الله. النهاردة معانا وصفة جميلة. وصفتنا النهاردة لإزالة الكرش والأرداف. بنات كتير قوي طلبت مني وصفة للتخسيس وتكون فعالة. وصفتنا النهاردة سهلة ومش هتكلفك حاجة نهائي. طبعا زي ما انتوا عارفين الكرش ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا للبنات والنساء. فالنهاردة انا هقولك على وصفة تعمليها، هتستمري عليها شوية، هتاخد وقت معاك شوية بس بتجيب نتيجة جميلة جدا جدا. وصفة النهاردة هي عبارة عن نبات هتجيبيه وهتاكلي منه قطعة واحدة فقط. هتاكليها نية يعني، وهي زي ما هي كده تقطعي منها قطعة كده وتاكليها نية. النبات ده هو البيزنجان اللي احنا شايفينه ده، البيزنجان. هتاخدي قطعة واحدة منه، يعني مش هتاخدي البتنجانة بحالها، ممكن تاخدي مثلا ايه ربعها او نصها، مش عايزاكي تاكلي البتنجانة بحالها. كل يوم كلي قطعة واحدة بس، بجانب ان انت هتشربي كل يوم 4 كوبايات مية على الريق. يعني اول ما تصحي من النوم تشربي 4 كوبايات مية. دول المية على الريق يا بنات بتخسس كتير جدا يعني، والبذنجان كويس جدا جدا وبيقلل الكوليسترول. يعني كتير من مرضى السكر مع اكل البذنجان يعني ما جم يحللوا لقوا الكوليسترول عندهم كويس جدا. البذنجان من الحاجات الجميلة جدا لتخسيس الكرش. حاولي تاكلي كل يوم قطعة واحدة زي ما قلنا، تشربي 4 كوبايات من المية. حاولي تمشي كتير على قد ما تقدري، يعني حاولي تمشي في اليوم ساعة نص ساعة. وانتي قاعدة حاولي تشفطي بطنك لجوه، يعني ما تقعديش كتير. يعني انتي لو قاعدة مثلا بتتفرجي على حاجة بتتابعي حاجة، اقعدي شوية وقومي شوية، ما تحاوليش تقعدي ساعة على بعضها. القعاد فترة طويلة برضو بيعمل كرش وبيعمل بطن. حاولي طول ما انتي قاعدة تشفطي بطنك لجوه، يعني تشديها لجوه. شد البطن لجوه بيخلي عضلات البطن تبقى قوية وبتحرق الدهون اللي موجودة في البطن وفي الأرداف. دي النهاردة كان الفيديو بتاعنا، ودي كانت وصفتنا، وصفة سهلة جدا جدا. حاولي تمشي على الوصفة دي، اشربي 4 كوبايات كل يوم قبل ما اول ما تقومي من النوم، وحاولي تاكلي قطعة من البذنجان زي ما قلنا. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم وان شاء الله تعملوها. واذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك وفي الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. وما تنسوش تشتركوا في قناتي اللي ما اشتركش في القناة، واكتبوا لي ارائكم واقتراحاتكم والوصفات اللي انتوا تحبوا تشوفوها في قناتي ان شاء الله. وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي. كل حياتي وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب.